السلام البنات كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده تنتظر الذريه بلا شك ان متلازمه تكيس المبيض او تكيس المبايض يعني مرض ولينا كنشوفوه مؤخرا بكثره عند السيدات شنو الاسباب ديالو شنو الاعراض ديالو وشنو سبل العلاج يعني كل هاد الامور هذه غتشوفيها في هذا الفيديو هذا بالاضافه الى خطوات مهمه جدا جداً لعلاج هذا المرض بقاي معايا في هذا الفيديو المهم اكيد غادي ينال الاعجاب ديالك وبطبيعه الحال حاولوا انكم ديما تخليو لي اللايكات ديالكم في كل فيديو آه باش نطرقوا للعديد من الامراض والعديد من المشاكل المتعلقه بالرحم اللي كتادي لتأخر الانجاب هذا المرض هذا كيتطور نتيجة إنتاج عدة هرمونات أو هرمونات عالية هرمونات الذكورة اللي كتكون بواحد النسبة قليلة عند كل سيدة ولكن السيدة المصابة بهذا التكيس هذا كتنتج عدد كبير من هذه الهرمونات وبالتالي كتشكل لها أكياس مملوءة بالسوائل اللي كتكون في المبيض ديالها وبطبيعة الحال أن هذا المشكل هذا يعني ممكن يأخر لك الإنجاب ممكن يأثر على الخصوبة ديال السيدة ممكن يؤدي الى عدم انتظام الدوره الشهريه آه كذلك ممكن آه يسبب آه مبايض كبيره او آه فيها العديد من التكيسات زياده شعر الجسم بما في ذلك آه يعني آه الشعر اللي كيكون كي غير مرغوب فيه آه زياده الوزن وخاصه حول البطن حب الشباب والبشره الدهنيه وكذلك العقم في بعض الحالات آه اذا ضروري خاصنا نعالجوا هذا المشكل هذا من الاعماق الى كان عندك يعني تساقط في الشعر الى كان عندك شعر زائد الى كان عندك حب شباب او مشاكل اخرى عدم انتظام الدوره الشهريه فاكيد ان ممكن يكون عندك هذا المشكل حاولوا انكم تعالجوا المشكل من الاعماق ديالو بدل ما انكم تقلبوا على وصفات لتحسين هذا المشكل هذا حاولوا انكم تشوفوا واش عندكم هذا المشكل السبب الدقيق او الحقيقي وراء متلازمة تكيس المبيض يبقى غير واضح يعني ضروري السيدات اللي عندهم مقاومة الانسولين او تكيس المبيض يحاولوا انهم يعني بشكل مباشر يحاولوا انهم يقللوا من تناول السكريات بكثرة لان عندهم مقاومة الانسولين وبالتالي احتمالية حدوث مرض السكري واردة جدا لهذه السيدات هادو فيحاولوا انهم يحافظوا على الصحة ديالهم ويحاولوا انهم يقللوا من تناول ديال السكريات الدهون كذلك الاغذيه الغير صحيه الاغذيه السريعه كل ما هو خارج المنزل يبتعدوا عليه بصفه نهائيه المعلبات يعني جميع الاشياء الغير صحيه يحاولوا انهم يمنعوها بالمره باش يتعالج عندهم هذا المشكل لان كيف ما كنعرفوا التكيس او مرض متلازمه التكيس المبيض كيتغذى على السكريات فحاولوا انكم تحاولوا تمنعوا السكر اذا كنت مريضه متلازمه تكيس المبيض. كذلك حاولي انك تمنعي اللحوم الحمراء والدواجن لان اللحوم الحمراء فيها هرمونات كثيره وغير جيده للصحه ديال السيده بما ان السيده كتنتج هرمونات اكثر من الهرمونات ديالها فحاولي انك تقللي من الاغذيه اللي فيها التكوين ديالها هرمونات تكيس المبيض كذلك ممكن يكون مرض وراثي مثلا الأم ديالك أو الأخت ديالك كان عندها هذا المشكل ممكن تكوني تنتيع عرضة أن يكون عندك إصابة بتكيس المبيض ممكن تعتبر مرض وراثي جينا للجزء المهم في هذا الفيديو كيفيه العلاج شنو هما الطرق لعلاج تكيس المبايض كيفاش ممكن السيده تخلص من هذا المرض هذا بكل سهوله وبشكل نهائي بالاضافه الى الخطوات اللي ممكن انني ننصحك بهم غادي نحاول انني نعطيك شنا هي الوصفه القويه اللي ممكن تساعدك على التخلص بشكل فوري ونهائي من مرض العصر مرض تكيس المبايض للحصول على حمل بسرعه ان شاء الله أه قبل ما نعطيكم الوصفه وكذلك الخطوات ديروا لي واحد اللايك لهذا الفيديو هذا يلعجبكم بطبيعه الحال المحتوى ديالو باش تعم الفائده وتوصل هذه المعلومه هذه لجميع الاخوات اللي كيعانيوا في صمت من هذا المرض اللي كنت نعتبره انا مرض العصر بطبيعه الحال اول حاجه هو تغيير النظام الغذائي نمط الحياه الاسلوب ديالك كيفاش كتعيشي يعني شنو هي الاكل اللي كتاكلي التغذيه ديالك يعني هل كتمارسي الرياضه أو لا. كل هاد الأمور هذه كتكون عامل أساسي لعلاج هذا المشكل خاصك ضروري تكون واحد تغذية متوازنة يعني مريضة التكيس تغذية ديالها كتكون تغذية خاصة عكس مريضة أو ما يعني سيدة ما عندهاش هاد المشكل ضروري السيدة اللي عندها تكيس المبايض تعتمد على أغذية صحية أغذية طبيعية بطبيعة الحال السيدات اللي عندهم تكيس يمتنعوا على تناول الحلويات لأنها مضرة بالصحة ديالهم وكذلك تزيد تفاقم هذا المشكل اذا كيف قلنا نبدأ بالتغذيه ديالنا التغذيه السليمه ضروري ومؤكد تكون في نظام تكيس المبايض السيدات اللي عندهم هذا المشكل يتبعوا حميه غذائيه صارمه باش يعالجوا المشكل من الاعماق لان التغذيه ديالك كتاثر على الهرمونات كتاثر على انتاج المزيد من الهرمونات وبالتالي ممكن تفق لك هذا المشكل مثلا السيده اللي عندها تكيس المبايض ما خصهاش تناول السكريات ما خصهاش تناول الدهون وكذلك لا يجب على هذه السيدة تناول اللحوم الحمراء الدواجن البيض العادي يعني ضروري تستبدل لهاد الاشياء هذه بتغذيه طبيعيه اللي تكون بيو يعني ما فيهاش مواد مضافه السيدات اللي عندهم تكيس المبايض يبتعدوا على الاغذيه المصنعه اللي في العلب بنعا كليا يعني, يعني من المفروض ان السيده ما خصهاش تناول مثل هذه الاغذيه هذه لانها كتزيد تاثر على هاد المشكل وكتزيد يكبر عندها وكيولي تكيس شديد أه كتبدا الدرجه ديال التكيس من أه تكيس بسيط الى تكيس شديد وبالتالي السيده ممكن هنا تعاني من عقم ثانوي يعني ممكن ما تستطاش انها تنجب لان الخصوبه ديالها كتكون هابطه الهرمونات ديالها كيكون فيهم توتر وبالتالي السيده كيكون عندها مشكل في الانجاب اذا حاولي انك تغيري اولا النظام ديالك الغذائي وممارسه المزيد من الانشطه البدنيه النشاط البدني ممارسه رياضه المشي كل هذه الامور هذه كتحاول انها تحرك الدوره الدمويه عند السيده على مستوى المبيضين وبالتالي كيعملوا بشكل صحيح وما كيبقاش عندك هذا المشكل الا ما كنتيش يعني كتمارسي رياضه المشي حاولي انك في المنزل ديالك تقومي بواحد النشاط بدني حركات في المنزل ديالك الله يعني في اليوتيوب راه كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي كيساعدوا السيدات انهم يمارسوا الرياضه ديالهم في داخل المنازل ديالهم او البيوت ديالهم بشكل يعني منتظم فحاولي انك تنسي تكون عندك واحد الحركه في البدن ديالك ماشي ديما تعودي الجسم ديالك على الراحه ممنوع منع كليا الراحه ضروري الجسم ديالك خاصو يعمل الاعضاء ديال الجسم ديالك بما فيهم الماركة. بويض خصهم واحد النشاط باش يقدروا انهم يعطوا بويضات جيده قابله انها تلقح كاين كذلك بعض الاطباء كيوصفوا دواء السكري الجليكوفاج المعروف في علاج داء السكري كيوصفوه في مثل هذه الحاله ديال تكيس المبايض باش يعني يقللوا من مقاومه الانسولين وكذلك باش يساعدوا الاباضه ترجع بشكل منتظم وطبيعي وكذلك باش السيده يساعدها هذا الدواء تقلل من الوزن ديالها بالاضافه الى هذه الخطوات جميع السيدات كينتظروا كي الوصفه القويه اللي بغيت نحطها لكم في هاد الفيديو هذا اللي ساعدت العديد من السيدات والاخوات اللي عندهم هذا المشكل على التخلص من تكيس المبايض او بالاحرى التقليل من الحده ديالو الوصفه سهله ان شاء الله عباره عن نبته الدغموس نبته الدغموس راه معروفه الفائده ديالها في علاج تكيس المبايض كتاخذي واحد القطعه صغيره من هذه النبته هذه كطحنيها مع الليمون الطبيعي على شكل يعني مشروب اللي غادي تناوليه طيله فتره الدوره الشهريه بمقدار كوب واحد يعني قطعه صغيره ديما طحنيها في الكاس ديال الليمون وكتناولها وكتناوليها طيله فتره الدوره الشهريه أه وكذلك يعني حاولي انك تناولي معها العسل الطبيعي ديال الدغموس يعني يكون اصلي من الافضل باش يعالج لك هذا المشكل هذه الخطوات بالاضافه الى هذه الوصفه هذه وكاين وصفات اخرى اللي غادي نزيد نطرق لها في هذه القناه أه ممكن انها تخلصك من هذا المشكل من الاعماق ديالو ان شاء الله كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم الى عجبكم هذا الفيديو ولقيتوا أنه وفادكم وغادي يفيد جميع السيدات ديروا لي واحد اللايك وكذلك بارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي الى اللقاء